السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في المجرى اليومي للأسواق اليوم 21 أغسطس 2023. وبداية من أحداث اليوم كانت من أهمها خفض بنك الشعب الصيني معدل الفائدة على الإقراض لمدة عام بمقدار 10 نقاط أساس مقابل التوقعات التي أشارت إلى 15 نقطة أساس. ومن المتوقع أيضا أن نشهد ارتفاعات في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة مع تحفيز بنك الشعب الصيني، يعني سياسة النقدية وتحفيز النمو الاقتصادي، وبالتالي شهدنا ارتفاعات ملحوظة في الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي. من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع، ولكن يجب التركيز أيضا على البيانات الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع، وعلى رأسها بيانات مؤشرات مدراء المشتريات يوم الأربعاء، بالإضافة إلى أهم حدث هذا الأسبوع هو قمة جاكسون هول وحديث جيروم باول حول التطلعات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي. من المتوقع أنه في حال يعني تم ترجيح أو طرح خيار رفع الفائدة خلال شهر سبتمبر على الطاولة، فقد نشهد ارتفاعات قوية للدولار الأمريكي. أما في حال التقليل من توقعات الأسواق لاحتمالات رفع الفائدة خلال شهر سبتمبر، فمن المتوقع أن نشهد تراجع للدولار الأمريكي على المدى القصير. وكما نلاحظ على الرسم البياني هناك مقاومة قوية عند مستوى 103.66. استقرار الدولار الأمريكي أسفل تلك المستويات سيدعم المزيد من التصحيح الهابط إلى القناة الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة على إطار الزمن 4 ساعات. يجب انتظار كسر القناة لبناء تمركزات بيعية، دون ذلك فإن النظرة الشرائية مستمرة على المدى القصير. أما بالنسبة لدولارات اليورو، أيضا نترقب صدور مؤشرات مدراء المشتريات يوم الأربعاء، وسوف تصدر المؤشرات الخاصة بمنطقة اليورو وفرنسا وألمانيا. في حال جاءت القراءة أعلى من التوقعات، فقد نشهد ارتفاع قوي لتداولات اليورو دولار على مدار الأسبوع. أما في حال جاءت دون المتوقع، فقد يتم استهداف مستويات 1.0760. بالنسبة لتداولات الاسترليني دولار، أيضا من المقرر صدور مؤشرات مدراء المشتريات يوم الأربعاء في صباح يوم الأربعاء، ولكن كما نلاحظ على الرسم البياني تم اختراق خط اتجاه هابط لأجل تداول الذهب حاليا عند مستوى 1.2713. من المتوقع أن نشهد ارتفاعات للذهب الاسترليني دولار إلى مستوى 28.15 في حال جاءت القراءة أعلى من المتوقع، ولا يفضل البيع إلا في حال كسر مستويات 26.87 في حال جاءت القراءة دون التوقعات. بالنسبة لتداولات الدولار ين، يجري تداول الذهب حاليا داخل منطقة الأوفر زون، مما يضغط على تداولات الدولار ين على مدار الأسبوع. يفضل بيع الدولار ين في حال كسر مستويات 144.90 لاستهداف مستويات أقل انخفاضا إلى مستويات 143.50، وتظل تلك النظرة قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 146.60. أما بالنسبة لتداولات الذهب، فمن المتوقع أن نشهد استمرار ضغط البيع على تداولات الذهب على مدار الأسبوع، ولكن المستويات الحالية تقترب من مستويات دعم هامة وقوية، أهمها هي منطقة الأوردر بلوك قرابة مستويات 1847، وقد يتم استهداف تلك المستويات. لا يفضل شراء الذهب إلا في حال تكون كما أشرت من قبل شمعة ابتلاعية شرائية على الإطار الزمني اليومي، خاصة في حال تكون تلك الشمعة داخل النطاق الموضح على الرسم البياني، ستكون فرصة جيدة جدا لبناء تمركزات شرائية على المدى الطويل. وبالنسبة لأسعار النفط، من المتوقع أن نشهد ارتفاعات في أسعار النفط على المدى القصير، ولكن كما نلاحظ على الإطار الزمني 4 ساعات تم اختراق خط اتجاه هابط، وقد يتم إعادة اختباره قبل استئناف الصعود مجددا، وتظل تلك النظرة الشرائية قائمة طالما استقرت تداولات النفط أعلى مستوى الدعم القوي والهام عند مستويات 78.90. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.